اهلا بيكم حلقه جديده عيش وملح، وهنتعامل النهارده مع الابل صوص. عشان كنا وعدينكم هفكركم في حلقه عملناها عن بدائل البيض، وقلنا ان من بدائل البيض الموز، وساعتها اتكلمنا عن الموز كبدائل البيض وعملنا مخبوزات بالموز، واتكلمنا عن بذر الكتان المطحون كبديل للبيض، ووريناكم ساعتها كان في برطمان ابل صوص، قلنا ان ده كمان ساعات بيستخدم بديل للبيض وبديل للزيوت. يعني هو مش بديل قوي، هو في بدائل البيض مفيش حاجه بتعمل اللي بيعمله البيض، لكن اهي يعني احسن من مفيش. فكنا قلنا هنعمل حلقه مخصوصه عن الابل صوص اللي هو احنا هنعمله دلوقتي. هو بيتعمل ببشر اي نوع تفاح، مش لازم يكون اخضر، احنا هنا بشرين تفاح. بيتحط معاه سكر، حبة سكر على قد الذوق، حاجة بس. هي السكر ايه؟ مش ان هو محتاج سكر، بس عشان يعني نسرع انه ينزل ميته. فادي حبة سكر. زي دايما التفاح، اي تفاح في الدنيا يعشق القرفة، يعني القرفة والتفاح دول متلازمتين. فهنحط عود القرفة ده، وهحط كمان رشة قرفة. ادي عود القرفة، وادي القرنفل. خلاص حلو قوي كده. هنسيب ده، وممكن نحط سنة مية، لأن احنا لو سبته هينزل ميته لوحدها، بس لو هيطول فاللي مستعجل ممكن يحط ايه سنة مية صغير، ممكن حتة ليمون، وممكن لا. الليمون بيبقى مهم قوي في المرحلة دي، لو انا بعمل كمية كبيرة وعلى بال ما اخلص اخر واحدة، هتكون اخر واحدة اسودت. طبعا كلكم عارفين بنحط شوية ليمون. ممكن احط سنة مية تسريع، بس ما هياش مكون اساسي خالص في الموضوع، لكن بتسرع العمليه، ولما هحط احط قليل قوي 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 بس كده، مجرد ان تهريها شويه كده. احنا بنحضر صوص التفاح. ممكن تتجاهلوا بقى كل المرحله دي، روحوا اشتروا برطمان من السوبر ماركت، خلاص خلصنا، مش لازم نحضره. جاهز موجود في برطمانات صغيره كده، مكتوب عليه ابل صوص، موجود في السوبر ماركت اللي معقوله يعني الكويسه. هو كمان شوية هنلاقيه دبل كده واستوى. ده لو النار مولعة، كان لو النار مش مولعة مش هنلاقيه جماعة استوى خالص، يعني عشان تبقوا كان ولا السنة الجاي. وانا مهتمة وحطاه من الاول ومش عارفة ايه عشان اوفر وقت. طيب حلو قوي كده، احنا عندنا ابل صوص بيتعمل. خلينا نديله وقته ونبتدي نعمل مكونات العجينة أو الكيكة اللي هنستخدم فيها الأبل صوص ده. الكيكة دي هنبتدي كالعادة بالمقادير الجافة، دول كوبايتين دقيق، كوباية سكر، معلقتين بيكنج صودا مش بيكنج باودر. طبعا السكر عاده احنا بنحطه في المكونات السائله بس، ولو الكيكه دي كيكه شوكولاته هيبقى كمان فيه هنا كاكاو. احنا كده حطينا كل المقادير الجافه ما عدا اللي فاضل معلقه واحده صغيره نشا. النشا برضو بتساعد ان الحاجه تمسك مع بعض شويه في غياب البيض. ناقصنا المقادير السايله اللي هتبقى كوبايه ونص تفاح. احنا هنا التفاح ده هنديله تقليبه بعد ما استوى، لازم بس نهرسه كده علشان يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. دول كوباية ونص. يا جماعة يعني يفضل جدا 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 لو هتستنوه لما يبرد علشان ما يبوظش الخميرة. وبنعجن، لو احتاجت مية خفيفة جدا بنديها. الكيكة دي كيكة نباتية وما بتنفش، يعني ما نتوقعش ان هي هتعلى لان ما فيهاش بيض. البيض هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعلي العجينة كويس، وعلشان هي مش هتعلى
هتغيب في السوى. اولا بتاخد تقريبا ساعه لخمس دقائق، من 50 لـ55 دقيقة في الفرن. وكل الكيكات اللي ما فيهاش بيض كلها القلب بتاعها بيغيب جدا، او يعني صعب قوي انك توصله انه استوى مظبوط. فبيكون دايما الحل انه يتحط في حاجه مش مدوره، حاجه المسافه من الحروف للطرق للوسط ما يبقاش كتيره، يعني هنا النار جايه من هنا وهنا، المسافه هنا ضيقه فممكن يستوي الكب كيكس، تستوي القالب اللي في نصه زي الباندن كيك اللي في نص قمع كده اللي بيبقى مجوف من النص اهو داير داير هيستوي. لكن ان تبقى مسافه حاجه مدوره ويوصل السوى لغايه السنتر لغايه المركز صعب قوي، يعني من غير ما نفكر. اي كيكه ما فيهاش بيض ما نخطرش ونعملها في حاجه كده، يعني ما نخطرش ونعملها في حاجه مدوره، ما مش هتستوي معانا يعني غير بعد كتير قوي، وهتكون اتنشفت من الجناب واتعملت. كده هي وصلت للقوام المطلوب، وهي قوامها ما بيبقاش برضو الكيكات دي اللي ما فيهاش بيض بيبقى قوامها زي بيقولوا مادي شوية، ما بيبقاش بيبقى قوامها تقيل، ما بتبقاش سايلة زي الكيكة لان هي ما بتستحملش سوائل كتير. احنا كده وصلنا للقوام المطلوب، بصوا هتلاقوا قوامها اللي هو اتقل من الكيك بس اطرى من البيتي فور، يعني القوام ده. الحاجات دي برضو اللي ما فيهاش بيض باخد برضو بتاخد درجة حرارة هادية لانها بتاخد وقت اطول، فما بينفعش تبقى الدرجة عالية والوقت طويل، هي محتاجة وقت. فبنوطلها الحرارة، بندخلها مثلا على 160 وبتغيب، ممكن تاخد من 50 دقيقة لساعة حسب الفرن. كده احنا تمام. الشوكولاته بتبقى يعني لو واحد عامل كيكه زي كده ما هيش غنيه، ما فيش زبده كتير، ما فيش بيض، ما فيهاش الحاجات اللي بتغني الطعم، لا لبن ولا بيض ولا زبده، على طول ما يجربش تبقى فاتحه، على طول يدخل على كيكات الكاكاو اللي فيها كاكاو وشوكولاته، ويهتم قوي قوي بجوده نوع الكاكاو لان هو الحقيقه اللي بيشيل الحدوته كلها. يعني لو دي من غير كاكاو، لو كيكه بيضة كيكه فانيليا مش هتطلع حلوه برضو زي ما يكون الكاكاو. طبعا اللي بيلزق على الحروف ده بيتحرق، بس احنا ايه هنلمه كويس قوي كده وهندخلها في الفرن زي ما اتفقنا. كده احنا خلصنا اول هام او تاني هام، لان اول هام معانا كان اللي كان مهم جدا عصير التفاح نفسه يتعمل ازاي لو حبينا ما نشتريش البرطمانات اللي هي غاليه شويه في السوق. كده احنا ممكن نطلع فاصل وندخل على تاني هام اللي هو هيكون باف بيستري بالتفاح والابل صوص، برده بالتفاح والصوص بتاع التفاح. دلوقتي هنعمل وصفة سهلة قوي، الحاجات اللي هي كلها جاهزة في جاهزة دي بتتحط فوق بعض والناس بتتحمس لها. ده باف بيستري من اللي بيتباع العجينة الجاهزة. طبعا الباف بيستري عجينة معقدة جدا 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 على ان اي حد يتهور ويعملها في البيت، فهي لطيفة بتتباع جاهزة وبتتباع ساعات مربعات صغيرة اللي هي زي بتاعت الباتيه، او بتتباع الكتلة كلها على بعض. هنجيب اللي الكتلة كلها على بعض دي لانها ألطف وأظرف، بنقدر نعمل بيها حاجات اكتر، يعني ليها شغل اكتر. الباف بيستري في العادي لو باتيه او كده ما بيتعملش بالنشابه لان احنا عايزينه مورق، لكن الوصفه اللي احنا هنعملها هنقدر نفردها شويه بالنشابه لان مش هممنا خالص تكون مورقه. هنعمل ايه؟ هذا الشيء اللي هيتحط فوق بعضه بسرعه جدا، باف بيستري، وهنحط عليه الابل صوص اللي احنا محضرينه. الابل صوص يا جماعه لما تحضروه
لو عملته كمية، أنا عارفة أن التفاح غالي يعني ما بيتعملش منه كميات كبيرة، بس لو عملته كمية بيتشال، يتحطوا عليه عصرة ليمون وبيتشال في برطمانات في التلاجة، فبتطلعوه بتلاقوه أنه سهل في أي وقت. طيب إحنا هنا فردنا دي إلى حجم لطيف، عايزين نشوف كمان الصينية اللي هنحطها فيها عشان ما تطلع لناش أكبر من الصينية، يعني إحنا عملنا حاجة عبيطة كده. حلو، هنقطع بقى الباقي، هنعملها كده مثلث، الحجم ده لطيف، والبواقي دي هنحطها نعمل بيها حواف. ممكن نعمل براشنج علشان نضمن انه هيلزق، لإما نقفله مع بعضه بشوكة، او نعمل براشنج من تحت هنا ببيض فيلزق ده على ده. خلينا برضو ممكن خلينا في السهل نعمله بشوكة كده. احنا هنا عندنا بقى الزبدة ساحت، هنحط عليها كل ايه المطيبات، هنخلطها بشوية الابل صوص ده وبرشة قرفة وبعسل نحل، معلقة عسل نحل كده، ادي معلقة عسل نحل او معلقتين، او يعني اللي انتوا على قد الحلاوه اللي انتوا بتحبوها. ده كل الطعم، زبده، ابل صوص، عسل نحل، قرفه، كل الطعم عندنا هنا. بس خلينا ننقل دي مكانها قبل ما تبقى ايه تتقل قوي، فلما نيجي ننقلها تعمل لنا مشكله. خليها وهي خفيفه كده، نبيتها في مكانها. ريحها. نبتدي نحط كل ده. طعم يا جماعة دي برضو دي من الأكلات اللي أنا بشوف فيها شكل صبح، شكل فطار يعني، ما توقعش، هي مش فانسي او مش حاجه شيك قوي اني اقدمها لضيف جاي لنا، وما هياش يعني اللي ممكن تتاكل كتحليه بدل كيك او تورت او حاجات كده، لكن هي فطريه خفيفه، عجين زي ما بنفطر، ما هو نفس الحاجه، ما احنا بنفطر مثلا بدانش او باتيه، ما هي دي نفس عجينه الدانش او نفس عجينه الباتيه، وبرده محشيه فاكهه زيها زي الدانش، فطاره لطيفه كده في أيام برضو الأيام المفترجة لما بنبقى في مواسم أعياد، أجازات، اللي جواز أجازة في البيوت فبندلعهم شوية. لو جوزي سمع هيقول لي هو فين ده. إحنا عندنا تفاحية، التفاحية لو قدرنا نعملها في هذه الأداة اللطيفة دي اللي أو مقورة المحشي، هذا أو ذاك. دلوقتي احنا كل اللي مطلوب غير ان احنا نشيل الحاجات اللي مش نظيفه، او يعني البواقي هي طبعا نظيفه وزي الفل، نشيل هذه البواقي، نشتغل على نظافه شويه. كل اللي مطلوب ان احنا نقطع التفاحيه دي لشرايح رفيعه، السكاكين المعدن انتوا عارفين بتسود التفاح، عشان كده اخترعوا السكاكين اللي انتوا بتشوفوها كتير قوي عندنا في سفره، كتير قوي مننا بنستخدمها، اللي هي سيراميك. السكاكين السيراميك دي هي معدن برضو، وإلا ما كانتش هتقطع، هي لو أي حاجة غير معدن مش هتقطع، هي سكاكين معدن، بس معدن مطلي، مطلي براقة فوقيه راقة من السيراميك، ففي الآخر بيخبي المعدن عن الحاجة، وبالتالي ما بيتلمسش، يعني المعدن ما بيتلمسش مع اللي هيقطعه، فبيقطع إيه ما بيسودش.
بس فور وايل، وبعدين عيب السكاكين التانية اللي احنا بنتكلم عليها دي ان هي في الاخر زي اي شيء في الدنيا مطلي، اي شيء حتى الحلل، الحلل اللي مطليه سيراميك، ايه العيب الفظيع اللي فيها؟ ان هي حبه، وبنلاقي ان اي كوت، اي طلاء بيروح. وهو ده عيبها، ان هي ما يعني مش هتطول شويه كده، ونلاقي ان الرئه اللي بتغطيه السيراميك دي راحت، واتكشف القعر او البيز الاصل بتاعها اللي هو معدن. فانا بحس ان الحاجات دي بتبقى يعني ايه، فلوس مش في محلها، لانها مش بتعمر. انا بحب قوي الحاجه الغاليه، يعني بحب الحاجه اللي تبقى حلوه وغاليه وتمنها فيها. بس خلاص خلصت الحلقه دي، خفيفه زي الابل صوص، زي بطلها، حاجه خفيفه كده، خفيفه في طعمها وخفيفه في عمايلها وسهله. هحط دي وهشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من عيش وملح. باي باي. Thank you.